السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ تسمحوا لي، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير، مزيان. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب العالمين. فيديو جديد في القناه. اليوم جيت نشارك معكم واحد رغيفات كيجيو رائعين، رغيفات غزالين. تقدروا توجدوهم للفطور وتقدروا توجدوهم للغوتي وحتى العشاء، علاش لا؟ كيجيو زويونين وطيبين في الفران، يعني ماشي مقليين ولا شي حاجه، طيبين في الفران، ما كتكونش فيهم الزيت بزاف، يعني كيجيو ناشفين. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد، مرحبا و100 الف مرحبا، وحتى البنات اللي كانوا حتى الاولاد حتى هما حيت كيتقلقوا لما ذكرتهمش، مرحبا بكم و100 الف مرحبا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وما تنساوش اللايكات، لايك 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 ضروري من اللايكات، ما تنساوش اللايكات. ولا كنتي اول مره غادي تشوف القناه، كنتمنى تفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد ان شاء الله. اضغط هنايا على ابوني او سبسكرايب، وغادي تفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد، وخلي اللايك، خلي اللايك، خلي راني قاسه كنشوف فيك هبطي دابا اختي وديري لايك، ما فات ما غادي تخسري حتى شي حاجه الا هبطتي دابا ودرتي لايك. المهم واحد رغيفات اللي غادي نشارك معكم اليوم، قلت غادي نصايبهم للدار، وقلت غادي نشاركهم معكم، علاش لا؟ مش حال هذه ما درت هكا شي وصفه في الدار، هاد الايامات الاخره وليت كنصور غير في الحانوت. غادي نصور لكم دابا في الدار، نصور لكم شي حاجه غادي نوجدها. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم، ونعاود نقولها مرحبا بالناس اللي دخلوا جداد، مرحبا و100 الف مرحبا. ندوزو دابا بالمقادير وطريقه ديال التحضير. نصبقوا العجينه هي الاولى باش نخليوها ترتاح، وعاد ندوزو للحشوه. كنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا، يلا نمشيو دابا للكوزينه. بالنسبه للمقادير نبداو البنات على بركه الله، مقادير اللي هما بساطين. كنحتاج هنايا معلقه ديال الموطارد، معلقه صغيره او الخردل، وكنحتاج معلقه صغيره ديال الزبده، ما تكونش جامده، تكون شويه مطلوقه على درجه الحراره ديال المطبخ. كنحتاج هنايا الدقيق الفورس، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح راني درتها الوسط، والفينو كنديروا نفس القياس تقريبا كاس ونص كاس ونص، على حسب افراد العائله كيف ما كتعرفوا، ما ديروش عاوتاني بزاف باش ما يضيعش ليكم. وعندي هنايا المدافي اللي باش غادي نجمع العجينه، كندير هادشي كله، وكندير الموطارد وكندير الزبده وكنخلط شي شويه الوسط صافي، وكنجمع العجينه. بالنسبه للعجينه تدلك مزيان، تعجن العجينه مزيان 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 البنات. تنسبق العجينه هي الاولى باش على ما نوجد الحشوه وداكشي العجينه تكون تحت ليا. بالنسبه انا راه ما تندير فيها لا خماره لا والو، كنخليها تخمر على خاطرها كترتاح دغيا دغيا، ما كتاخذش ليا الوقت بزاف. بالنسبه للفينو كاين اللي كيدير الفورس اكثر من الفينو، انايا كنبغي ندير قد قياس واحد، ولا بعض المرات كندير الفينو اكثر من الفورس باش كتجيني هكا العجينه، ما كتجيش رطبه بزاف، يعني كنبغي هكا ناكل هكا تعجبني بالفينو. الا كان غالب كتعجبني لا في الرغيفات ولا في اي حاجه، ولا في الخبز ولا في كل شيء. المهم هنا راني كنعجنها مزيان، كندلكها مزيان، ندلكها مزيان ونرجع لكم من بعد. هنا من بعد ما دلكت هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، غادي نخليها ترتاح وغادي ندوزو للحشوه. عندي هنايا الدجاج كيف ما كتشوفوا مقطعه على هذا الشكل، هذا مقطعه صغير، تقدروا تعوضوه بالكفته، تقدروا تعوضوه بلادند، على حسب نتوما شنو عندكم في الدار. بالنسبه للخضره كنحتاج بصله صغيره مقطعه على هذا الشكل، جوج جزرات او جوج خيزوات محكوكين، وفلفله خضراء مقطعه صغيره، تقدروا تعوضوها بالفلفله حمراء ولا صفراء ماشي مشكل. عندي هنا شويه ديال الفرماج مبشور، وعندي هنايا نصف كاس ديال زيت نباتيه مخلطه مع زيت الزيتون، ديما كنعبروا بكاس ديال العنبه، معلقه صغيره ديال البزار او فلفل اسود، وعندي معلقه صغيره ديال السودانيه، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، وعندي معلقه صغيره ديال السكنجبير اي الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الملح كيف ما كتشوفوا، ومعلقه كبيره ديال الربيع مخلط قزبر ومعدنوس مقطع رقيق.
كناخذوا هنايا مقيله بالنسبه لهاد المقيله كتعجبني نشحر فيها شي حاجه، هي راه غير ديال الاومليت والبغرير وهكا لي كريب ولا البانكيك، ولكن انا كنستعملها في كل شيء كتعجبني بزاف. ما كنستعملش يعني ما كتلصق لي ما داكشي اللي غادي نطيب فيه ما كيلصق لي ما حتى شي حاجه كتعجبني وكنلقى راحتي فيها، داكشي علاش غادي نشحر فيها هاد الشيء هذا. بالنسبه للمقله راني انا ما كناخذهمش جدادين، كناخذهم هادوك اللي كيكونوا مستعملين كيتباعوا. كتكون حاجه ديال برا وكتكون يعني باقا نقيه وباقا كيف ما كتشوفوا راه باقا جديده. كنت خديتها واقيله ب 130 درهم، زوينه يا البنات صدقات لي غزاله. كنت خديت فيها شي ثلاثه هي والصغيره ديالتها والمويان ديالها وزوينين. 130 الوحده ماشي بثلاثه بهم، 130 درهم الوحده كيصدقوا زوينين. والطيفال الاوريجينال ماشي الميتاسيو، الطيفال الاوريجينال كتعجبني بزاف. لا في كنطيب فيها هكا بغيت نشحر فيها شي حاجه، الاومليت لي كريب بانكيك اللي درتي فيها ما كتلصق لك ما حتى شي حاجه غزاله بزاف. البغرير مهم كتليق لي بزاف وعجباتني حسن منين كناخذوها جديده ديال هنايا وما كتصدقش لينا في الاخر صافي دغيا دغيا كيخسروا. المهم نرجعوا بالنسبه للمقادير، هنا راني درت البصله، درت الملحه باش طيح لي البصله دغيا دغيا، زدت عليها الفلفله اللي قطعناها وخيزو كيف ما كتشوفوا. حتى هو هنايا غادي نضيف داك الدجاج اللي قطعنا على هذا الشكل هذا. نتوما تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا لادند على حسب نتوما شنو عندكم في الدار. وكنضيفوا دوك التوابل اللي وريتكم، الملحه والسكنجبير. الملحه درناها هي الاولى، السكنجبير والسودانيه والخرقوم والبزار صافي. وكنخلي هذا الشيء كيتشحر شي شويه. كنضيف الربيع اللي قطعنا، قزبر ومعدنوس، وكنخليهم حتى كيتشحروا. بالنسبه للشعريه الصينيه راني ديجا دايراها في الماء طايب، خليتها كتطلق، من بعد راه غادي نوريها لكم. راها سهله، كديروها في الماء طايب حتى كتطلق وكتصفيوها وكتقطعوها بالمقص مزيان، كتقطعوها باش كتجي صغيره صافي، وكتزيدوها على الحشوه ديالتكم. راها سهله بالنسبه للبنات. هاد الحشوه هادي كتجي غزاله رائعه، هي من بعد ما وجدت هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما وجدت هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندير نص زلافه ديال الشعريه الصينيه، راني راه مقطعه وكل شيء. وغادي نضيف معلقه ونص ديال الفرماج، تقدروا ديروا كشر، انا راه ما بقاش لي داكشي علاش، اما انا الفرماج كندير فيها. الفرماج كتجي كيزيدها واحد اللذه وواحد التعليكه كتجي فيها غزاله، كتحمقني انا كاع الحشوات كيعجبني نزيد ليهم الفرماج كيجي فيهم غزال. المهم انا كنخلطها مزيان وكنحطها على جنب حتى كتبرد، وندوز نوجدو دابا الرغيفات ديالنا نطلقوهم ونخليهم عاوتاني يرتاحوا. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت لي العجينه، هنايا كناخذ شويه ديال الزيت باش غادي نطلق المسمنات ديالي. هنايا لهاد البيض هذا راني درت فيه شويه ديال الخل وحطيته على جنب باش غادي ندهن الرغيفات، الزيتون باش غادي نزين وفي نفس الوقت كيسدوا لينا دوك الرغيفات. وهنايا البافول تزين، تقدروا ديروه لا ما عندكمش بلا ما ديرو، لا عندكم زنجلان نديرو زنجلان، بغيتو بلا ما ديرو ماشي مشكل، تكتفيو غير هكا تطلقوهم وتعمروهم وتسدوهم بداك الزيتون، راه حتى هما كيجيو زويونين. هنايا كندير هكا دوائر وكنحاول نديرهم قد قد عبار واحد. هنايا تقدر تخرج لكم 9 10 11 12 على حسب نتوما واش درتوهم كبار واش درتوهم صغار. انا الاغلبيه كنديرهم صغيورين كيف ما شفتوا في الصوره المصغره، الاغلبيه كنديرهم صغيورين، واليوم راني درتهم كبارين شي شويه حيت ما عنديش الوقت وخاصني دغيا دغيا باش نصيفط بنتي المدرسه داخله مع تسعود وباش نرجع عاوتاني للدار ونجمع الدار. المهم هنا راني درتهم شي شويه كبار باش ندخلهم في تجيني غير لاطه وحده وندخلها نيشان الفران باش ما ياخذوش لي الوقت بزاف. كيف ما كتشوفوا راني كنحاول اللي لقيتها كبر من الاخرى كنعاود نقص باش كيجيو تقاد وحده كلهم. خرجوا لي تسعود ديال الحبات هي هذيك غادي يجوني في اللاطه نيشان. هنا كنخليهم يرتاحوا شي شويه صافي. هنايا من بعد ما دازت تقريبا 6 دقائق او 10 ديال الدقائق فحال هكاك، من 5 دقائق حتى ل 10 دقائق صافي، كنلقاهم راه ارتاحوا يطلقوا شي شويه باش كيجيونا ساهل ملي كنجيو نطلقوهم. هنايا كنطلقهم مزيان كيف ما كتشوفوا، كنطلقهم شويه ديال الزيت بطبيعه الحال. سطح العمر راه تيكون نقي، مسحاب جافيل وكلشي راه نقي وكلشي صافي. هنايا كنطلقها مزيان وكندير لها فحال شكل
فحال شكل بريه كنطويها على اربعه كيف ما راه كلشي تبارك الله كيعرف يطويها. صافي هنا كنبقى غادي على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي. غادي نديرها في شي صينيه وغادي نخليها تخمر تقريبا ترتاح، ماشي تخمر غير ترتاح واحد 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق، وعاد غادي نجي باش نعمرهم وندخلهم نيشان الفران. هنا غادي نديرهم في هاد الصينيه هادي صافي، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد من 5 دقائق حتى 10 دقائق صافي، وغادي نرجع لكم باش غادي نعمروهم وندخلوهم للفران. هنا من بعد ما ارتاحوا كيف ما كتشوفوا راه كيجيو مرخيين، كيجيو صافي ارتاحوا. هنايا صافي غادي نبداو نعمروهم. الحشوه بطبيعه الحال تكون بردات، تكون بارده الحشوه، ما تمشوش تسبقوا العجينه وكلشي وتخليوا الحشوه هي الاخرى كاع وديروها سخونه حيت راه غادي تقطع لكم العجينه. الحشوه تكون بارده صافي. هنايا الفران راني شعلته على نار مهيله باش كيكون لي سخون. هنا كنطلقى شي شويه كندير الحشوه ديالتي الوسط. بالنسبه للبنات اللي باغي الحشوه تجيهم حمراء، يعني كاين اللي كيبغي داك اللون الاحمر في الحشوه، ديروا التحميره. انا ما بغيتش ندير التحميره، بغيت نديرها غير هكايا. المهم البنات اللي كيحماقوا على اللون الاحمر وحتى اللي باغيين يجوهم مذهبين بزاف، داك البيض ديروا فيه شويه ديال التحميره وطربوه مزيان، راه كيجيو مذهبين غادي الحموريه. انا اكتفيت غير بهذا الشكل، وراكم عرفتوا الفطور يعني راه دغيا دغيا خاصني نكمل، والفطور هي اهم حاجه. الواحد الا فطر مزيان راه واخا تغدي معطله ولا شي حاجه ما ماشي مشكل، يعني ما كيجيك لا جوع لا والو، فطور وشي حاجه اللي هي زوينه وراه كيجيو ناشفين البنات. ما تشوفوش الدجاج وتشوفوا الشعريه في غماسيل تقولوا هادو باش غادي يفطروا هادشي، يعني هكا هي قاصحه على الفطور. لا راه كيجيو ناشفين. عمرت بريريت ديال اتاي ودرت فيها لالا شويه ديال الشيبه وجلسنا وفطرنا، واصلا راجلي الاكله المفضله عنده شي اللي كيحماق عليها اما هادو هكا معمرين هكا في الفران ويجيو ناشفين ما يكونش فيهم داك ليدان بزاف، ولا خبيزات دوك ماشي خبيزات دوك مخامر اللي كيجيو معمرين حتى هما، راني ديجا شاركتهم معاكم. هذيك هي احسن اكله عنده، هذيك هي احسن حاجه عنده في الماكله كلها، يعني كيحماق على هاد الزوج هادو. المهم انا راني منين فاق لقاني وجاتهم وعجبو الحال. المهم هنايا راني صايبتهم وعمرت ديجا، راني دايره الماء كيسخن وعمرت بريد ديال اتاي بالشيبه. يا سلام داكشي وهذاك المهم حيت الفطور هو كلشي يا البنات، واصلا دابا كتفطري صافي كتخرجي كتعندك كتكوني خدامه ولا شي حاجه، ماشي فحال حتى الوليدات ملي كيمشيو للمدرسه كتبقاي مرتاحه، كتعرفيهم فطروا مزيان كتبقاي مرتاحه، ما كيبقاش بالك معاهم خاصني نرجع للدار نرد الغداء بكري الا خاصهم يجيو يلقاو ما ياكلوا، ماشي فحال. المهم هنايا من بعد ما كملتهم وعمرتهم كلهم كندهنهم بالبيض، وكيف ما قلت لكم الا بغيتيهم يجيوكم محمرين بزاف شويه ديال التحميره في داك البيض وكطربي مزيان وكدهنيهم كيجيو محمرين وكيجيو هكا يعطين داك الحموريه. انايا هكا اكتفيت غير بهكا الله يجعل البركه. هنايا راني درتهم في اللاطه، ديجا الفران راه كيف ما قلت لكم راني دايره الفران كيسخن على درجه مهيله، كنحطهم الفوق حتى كيطيبوا لي على خاطرهم. بالنسبه للطياب كيديو من 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حساب كل وحده والفران اللي عندها. انا عندي غير الفران ديال الغاز، عندي فران العادي كياخذوني من 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. المهم هنايا من بعد ما دهنتهم مزيان كيف ما كتشوفوا كنزينهم هكا بالبافو، تقدروا ديروا زنجلان وتقدروا ما ديروش، تكتفيوا غير بهذا الشكل حتى هو راه كيجي زويون. هنايا صافي راني كنرشهم كلهم الفوق وغادي ندخلهم الفران ونرجع لكم من بعد ما غادي يوجدوا ان شاء الله.
من بعد ما طابوه هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو غزالين البنات، كيجيو رائعين. وكيف ما قلت لكم انا درتهم شويه كبارين، نتوما الا بغيتيهم ديروهم صغيورين حتى هما كيجيو حلوين، كيجيو غزالين حلوين هكا في الشوفه زويونين. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو مذهبين ومحمرين وطيبين على خاطر خاطرهم. نخليهم دابا يبردوا شي شويه ونحطهم في الطبسيل. وهذا هو الشكل ديالهم البنات، تقدروا تكتفيوا بهذا الشكل هذا كيف ما قلت لكم وتحطوه. انا غادي نزيد نزينهم، غادي ندير شويه ديال الفرماج محكوك وشويه ديال الربيع كيف ما كتشوفوا. كيجيو غزالين رائعين البنات، هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى البنات الفيديو يعجبكم، ما تنساوش اللايكات، اللايك 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 البنات، فرقعوا لي الفيديو هذا باللايك. هذه هي الحشوه ديالتهم لداخل، كيجيو مقرملين. كنتمنى الفيديو هيا البنات كيكون الفيديو تسالى، كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. كيف ما كتشوفوا الرغيفات كيجيو رائعين وكيجيو غزالين البنات، غزالين تيقوا بيا زوينين، جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. انا راه وجدتهم لهم في الفطور، ودابا غادي نمشي نبدل حوايجي وغادي نطلع المحل. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، واللي بغى اي حاجه في المنتوجات ديال التجميل باغي يعرف الفرق ديال اي حاجه مرحبا على راس العين، يخليها لي في التعاليق على راس العين. كنقول لكم دابا بسلام عليكم، ولا كنتي باقي ما درتيش اللايك دير اللايك، دير اللايك ما تخسر والو، دير اللايك. ولا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ما فيها باس الا ضغطتي على زر ابوني كاينه هنايا، وفعل زر الجرس واشترك في القناه باش ديما يوصلك الجديد. وما فيها باس الا دعمت القنوات اللي هما المحتوى كيكون نقي. كنتمنى تبارطاجيو مع الحباب والصحاب باش تكبر القناه اكثر واكثر، وكلشي يعني نطلعوا هكا القنوات اللي كيكونوا نقيين. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.